الحمد لله. وفي برنامج بالعربي تحديدا خلينا السبق في إذاعة الفيديوهات الصادمة لما حدث في نقابة المهندسين ومعها صور البلطجية الذين داهموا النقابة ليعتدوا على إرادة المهندسين. من يوم الثلاثاء اللي فات 30 مايو، 5 أيام فاتوا من يوم اقتحام البلطجية لنقابة المهندسين عشان يمنعوا إعلان نتيجة الجمعية العمومية للنقابة، واللي جددت الثقة في نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي. حادث مؤلم جدا ونموذج سيء جدا وبلطجة مقيتة من فئة لا علاقة لها بشيء اسمه حرية الاختيار. ورغم ان كل اللي حدث ده العالم كله اتفرج عليه، كنا فرجة للعالم كله، حتى موقع CNN ومواقع أوروبية وأمريكية تانية اتكلمت على هذا الموضوع، ومنظرنا في مصر بصراحة كان وحش للغاية. وكان من المفروض أن يتم تحرك سريع من السلطات والمسؤولين، خاصة بعد ما معظمنا عمل بلاغ على الهواء للنائب العام، وكنا قدمنا بلاغ هنا في برنامج بالعربي للنائب العام، بلاغ على الهواء مباشرة، وكثير من السياسيين قاموا بتقديم بلاغات للنائب العام، ومواقع قدمت بالصور والمستندات والأدلة والأسماء أن هناك مدانون بالصوت والصورة في اقتحام النقابة، نقابة المهندسين. طيب، ولأن الأمر كان صوت وصورة وتم تحديد المقتحمين للنقابة والفيديوهات فضحتهم والصورة ما بتكدبش، وكل واحد من المقتحمين والبلطجية أصبح معروف بالاسم، خاصة أن كان فيهم أشخاص معروف أن هم أعضاء مجلس نواب، وطبعا كلهم تبع حزب مستقبل لمؤاخذة وطن. شوف كام يوم عدوا لغاية النهاردة، وكل اللي أنا قلت لك ده حصل، والعالم كله كتب وإحنا قلنا وعرضنا فيديوهات وصور وكلمونا المهندسين من كل حتة من اللي حضروا الجمعية العمومية، ومع الأسف حتى إعلان النتيجة الجهات المسؤولة مش عايزة تعلنها. إعلامي زي عمرو أديب، وأنتم عارفين عمرو من المقربين والمحسوبين، طلع صراحة كده قال يا جماعة كده ما ينفعش، كل حاجة واضحة والناس معروفين، فلازم يكون في تصرف وتحرك وما ينفعش نسكت على الموضوع لأن صورتنا بقت وحشة. ده كلام عمرو، وما يصحش حاجة زي دي تحصل تاني. نقيب المهندسين بعد يعني ما طلع عينه، طلع يناشد أعلى رأس في الدولة علشان القانون ياخد مجراه. ده إذا كان القانون هياخد مجراه في أي بلد يحترم مواطنيه، الأمر مش محتاج لإعلام يتدخل ولا مناشدات لأعلى رأس في البلد. المفروض هو اللي لازم يحصل، لكن في عندنا في مصر أم الدنيا الوضع مختلف، مختلف مش حبتين، ده مختلف حبتين 13. وإذا كان دوت بيحصل مع المهندسين ونقابتهم اللي هي من أعرق النقابات في مصر وفي الوطن العربي، طب فما بالك بقى بما يحدث للآخرين. عموما خلونا نشوف الحق في أم الدنيا رايح على فين، وبكرة نشوف إيه اللي هيحصل في موضوع اقتحام نقابة المهندسين. هل القانون هياخد مجراه، ولا كما تعودنا المثل الشعبي السائد في مثل هذه المواقف، هوب عملوا سووا كسرنا دغدغنا المقتحمين بانوا، هوب يا معلم اكفي على الخبر مجور. طاقة في الانتخابات لا يجب السماح بها خالص، ايا كان مين ايا كان مين لا يجب السماح بها، وانا بقولش حاجه تزعل حد. الحق طيب، يعني الدولة مستنية ايه بقى؟ انا مش فاهم بصراحة. اعلام جوه واعلام بره ومنظمات وهيئات وقنوات وكل الدنيا بتقول لهم الجناء هم واضحين وضوح الشمس، وصورتهم واضحة وبياناتهم واضحة وتواجدهم من عدمه المفروض اتكلمنا فيه كتير جدا. متى يحاسب هؤلاء؟ ومتى تتحرك الدولة
من أجل إعطاء المهندسين حقهم الطبيعي في أنهم لا يتم التجاوز في حقهم ولا في نقابتهم ولا انتهاك الجمعية العمومية الخاصة بهم ولا التعامل بهذه الهمجية مع نقابة المهندسين.